عزيمة الثوار لا تزيد والثورة مستمرة. فقرات عديدة ومتنوعة نقضيها معا في جالري الثورة، فأهلا بكم. Cheese, baby. كسرة.
Everything should be alright. يلا دي كده حاجه ظابطه. اخي الفنان حبيبي معليش عذرك انا عارف انت مركز ممكن تعرف نفسك على الكاميرا. هاي مالو شباب زيكم حبيبي عرف نفسك للكاميرا. انا اسمي خطاب احمد من مبدا يعني من يوم 6 ابريل قاعدين في الرياضه وكل شيء لحد يوم فضلنا الاعتصام قدرنا فضلنا الاعتصام منا رجعنا خشينا بري قعدنا فيها يومين ورجعنا بعد فضلنا الاعتصام في دم اخونا اللي هو قاعد معانا الشهيد عباس ودم عبد السلام كشة كلهم قاعدين معانا. وهسه نحن جينا ما جينا لانه نعيد ذكرهم جينا نحوم معاهم لانه هم ناس قاعدين معانا وسامعين كلامنا. عبد الله سامع عبد الله ساكن في الحكومه بالجداد برضه من 6 ابريل من الجديد في الولايات العامه زي ما قال اخونا خطاب ما حنسكت على المدير الشهداء اصلا ولا حنقدر نسكت لانه هم موجودين معانا كده. غصاي ماتسي من 3 يونيو بيجوا في 3/10 صونا على الوطن على التراب الغالية ما لها ثمن.
الله عليكم. السلام عليكم، انا ريناس صلاح عبد اللطيف من كندا. السلام عليكم، اسمي بياد محمد عثمان شنجراي، انا من ميرلاند. انا اسمي علاء وانا من السودان لكن عايشه برا في امريكا. انا ريان، سودانيه لكن متربيه في بريطانيا. احنا والشباب اللي هنا جينا للاسيان كونفرنس عشان دارين نطور السودان، عشان دارين الشباب يحسوا بالحرية، ومن السبورت حق منظمة دي تي جلوبال ومن USAID هنقدر نطور السودان ونشوف سوداننا فوق إن شاء الله. لما نقول سودان حنبنيه في ما بس حنبنيه بس كلام صعب، احنا نبنيه في اتجاه المجتمع مع بعض. We all hope to see a Sudan that is free in thought and free in speech, and a Sudan that is for everyone. A Sudan that I see full of health and knowledge and creativity and art and health and things that the people in the country are doing. And a Sudan that is around us is a Sudan of opportunities. وهابينس والحاجات وبيس والحاجات اللي ما شفناها في 30 سنة دي. والسودان الأهالي كلموني عنه ولكن أنا قدرت ما قدرت أشوفه لأن أنا برا البلد وطلعوني من بلد حقتي ومشيت عشت في أمريكا، لكن أنا دار أرجع للسودان وأشوف المستقبل حقه وأشوف الحاجات اللي تقدر تبقى بلادي. لطخت ملامح الأيادي بتسرق النقط ميادي مخلوطة بالتعالي والتمادي. زمن سجم رماد بيحكم الفساد، كتير فينا الممات والعملة في ازدياد. شبابنا نص صح والباقي منه ضاع، يمكن يكون قدرنا انه نبتدي الصراع. بلا أهدي لطخت ملامح الأيادي تسرق النقط من المبادئ مخلوطة بالتعالي والتمادي. يا ربي هم كيف ان شاء الله بس تمام، ابوي ويما كيف، اخوي واختي سلام. قاتلني الشوق شديد ما برتوي بكلام، خايف اكون نسيت مفاهيم السلام. سوداني بشيل في كياني بوصل الاصاله في المعاني بالثواني. لو شمالي بحارب التعالي باعتدالي، لو جنوبي بفرض الموده في شعوبي. عمره الدهب ولا النفد يكون سبب هلا، عمره القمح ولا الشمع يكون سبب هلا، عمره الفحم ولا اللحم يكون سبب هلا. عدم علم عدم فهم يكون سبب هلا. دم الشهيد اللي اعتصم هل يروح بدون
عدم علم عدم فهم يكون سبب عزاء. دم الشهيد اللي اعتصم هل يروح بدون حساب؟ عدم علم عدم فهم يكون سبب عزاء. بلا أهدي لطخت ملامح الأيادي بتسرق النقط من المبادئ مخلوطة بالتعالي والتمادي. بلادي لك أن تختاري وطنا مجيدا وقمع ناري. مرحبا بكم في SDN Con 2019. اليوم نحن في قاعة الصداقة مع الشباب الحلوين في الخرطوم، ويعني حنحاول نكلمكم عن SDN تكونت كيف. SDN دي يعني جالية في تكونت برا السودان من شباب من أنحاء العالم، من أستراليا، كندا، عندنا كندا بهنا، دبي، USA، بريطانيا، حتات كتير في العالم. وفكرنا إنه كيف نساعد بلدنا ونساعد الناس اللي في السودان أو كانت الثورة، يعني دي أثرت فينا شديد، وقلنا كيف يعني نساعد بلدنا بهناك. الحمد لله يعني سوينا مشاريع كثيرة في السنة، وكونا جمعنا قروش من المشاريع زي في ليلة السودان تكونت، كان في 8 بلد في من USA وأستراليا وكندا زي ما سيد، وجمعنا القروش دي رسلناها ساهمنا في يعني مشاريع في المستشفيات بهناك عشان نساعد الأدويات اللي اشتروها. والحمد لله يعني مشت بطريقة جميلة. وبرضه ساهمنا القريب السن في مشروع اسمه Night of Life اللي هو كان في أمريكا، الحمد لله برضه جمعنا كوننا قروش ورسلناها. أنا الجابني على SDN، منظمة SDN، هو إنه أنا شايف SDN عند الشباب عندهم الفكرة عندهم الخبرة إنه يساعدوا السودان. طبعاً نحن عارفين وضع غير وضع السودان، وكل ما نجي السودان بنشوف مع أهالينا ويعني بعض الناس وضع الناس في السودان، وإن شاء الله دايرين نوديه لقدام. ودحنا عندنا الفكرة والخبرة إنه نقدر نجي السودان، ما عشان دحنا نأخذ الموضوع، لكن عشان دحنا نساعد في الموضوع مع السودانيين والمواطنين عشان نطور البلد إن شاء الله. دي الحاجة اللي جابتني على SDN، ودي الحاجة لنا نيتي مع SDN إنه أساعد بها. واحدة من القيم اللي أنا شايفة أهم شيء التوحد والتجمع حقة الشباب من برا وجوا. كان ما في توحد ما حنقدر نستمر ونشوف البلد اللي دارين نشوفه. عندنا الخبرة البرا وعندنا الأفكار، وكان جبناه مع بعض مع الأفكار في السودان، حنقدر نستمر وحنقدر نشوف البلد اللي دايرين نشوفه. بعدين نحن البرة نجي نقعد نستمر في السودان إن شاء الله. أهل حاجة شفتها الليلة إنه كيف تجمع الناس من برة ومن جوا، وإنه الناس أصلاً قاعدين في السودان شافوا كيف إنه الناس البرة بجد عايزين يساعدوا، وعايزين يساعدوهم في إنه يبنوا البلد دي مع بعض. فدي كانت أحلى حاجة إنه تجمع الناس، وإحنا دي أول مرة إحنا ذات الناس البرة نتلاقى هنا في السودان، فدي أحلى حاجة في اليوم. إحنا شباب SDN Sudanese Diaspora Network، وأساساً إحنا ساكنين برا السودان في بريطانيا، في فينيكس بريطانيا. أخونا مصطفى طبعاً في السودان وتابع SDN برضو. فإحنا الجابتنا شنو السودان، إنسبايرد جداً بالثورة الجميلة اللي حصلت السنة دي،
ولا بد يعني احنا من الخارج نحاول نلعب دور في التغيير في بلدنا. فاحنا عايزين نربط يعني نلعب دور في نربط الخارج مع الداخل ونشتغل مع بعض في العمل الخير. فعشان كده احنا عملنا المؤتمر ده اسمه Bridging the Gap. والهدف حقها كيف احنا يعني كناس ساكنين برا وشغالين برا كيف احنا نعمل connections مع الناس الشغالين جوا وباقي الشباب ونشتغل مع بعض في العمل الخير ان شاء الله. احنا جينا عشان نتوحد، ده الجول حقنا اساسا، دايرين نتلمى مع بعض احنا برا السودان وجوا السودان ونتوحد بالطريقة يعني الناس الكبار والناس الصغار والمنظمات حول السودان كلها وبرا السودان. أنا شايفة إنه الطريقة اللي ممكن نتوحد بها إنه بأفكارنا وأهدافنا وبطموحنا وإنه كلنا عندنا حب شديد للوطن، الناس الساكنين جوا السودان الناس الساكنين برا، فالحاجة دي هي اللي حتوحدنا. أنا شايفة نحن ممكن نتوحد في إنه نحن أصلاً يعني share ideas مع بعض، يكون أصلاً بيننا في تواصل، والتواصل ده هو فيه التواصل ده هو فيه، بس الناس قالوا إنه هو مقطوع، لكن بس through social media through social media وكذا، لكن ما it's not the same لما نحن نكون مع بعض. يعني أنا get to know you guys أكثر لما اشتغلنا مع بعض هنا أكثر مما كنا بنتكلم قبال عشان نعمل الـ HDN هنا في السودان. لكن لما when I met you guys in person والله العظيم يعني ما كان حسيت إنه أصلاً في gap عشان نحن نعمل low bridge. ما حسيت فين أصلاً إنه في gap، ونحن main target بتاعنا إنه ما إنه bridge gap، إنه بعدها كنا full the gap ده full the gap، وإن شاء الله إنه يعني بس share ideas مع بعض وgive inspire السودان بعد الثورة إنه تكون بلد الناس كلهم شغالين يعني بنوها ويعني collaboration ويعني صحة وكل حاجة يعني. أنا جاي من UK من Cardiff Wales، وأنا جيت هنا لـ SDN sponsored by USAID للكونفرنس هنا، وإن شاء الله نحن بشوف بتحصل شنو على قدام لبلدنا ووطنية والناس حقنا بعد 15 و20 سنوات. ومن اليوم الليلة يوم تاني في long future إن شاء الله in the beginning. Thank you very much for your time. كيف لك أن تتخير ما بين عزيمة الأقوياء؟ فهم تخيروا ما لا يمكن إنجازه، فكانت الثورة عزيمة وبناء. أهلا ومرحبا بكم في جاليري الثورة. ثورة على السبعين، لكن جوانا وريد، نابض باسم الثورة وهتافك للتجديد. حرية سلام وعدالة، حرية سلام وعدالة، وطنية بلا تقييد، ودناك عشان نبنيك بعرق التعب فيناك عشان نسقيك من دم المظلومين. يا يما الشارع وين؟ وريني الشارع وين؟ انا ماشي اسدد الدين، دينك يا وطني علي، تلقانا منات الضي قدر العديل والزين، قدر الهداف الحي من مقرن النيلين. وصفت كيف يا قصر بعد اللهيب الحار، يا قصر نفس النار اشعلها سكانك، فكوها تمشي بعيد تحرق قلوب ومات، وتفوت محل ما تفوت تاكل بيوت وبيوت، تجلد عروق الناس زي جلد حيطانك. عارف انه ما ذنبك، انه الوطاة انجاك، وانه الظلم شانك. اصبر علينا شوي، اصبر علينا شوي، شاكين عليك الحال مهما زمننا يطول. بعد الثورة حصلت حاجات كثيرة، وفي مواهب كثيرة اكتشفت، وفي حاجات كثيرة جميلة طلعت الزول السوداني الأصيل في نخوته في شهامته، رجعت لنا الحاجات اللي كانت ما موجودة أيام الإنقاذ، رجعت أفكارنا مقتنياتنا حضارتنا حاجاتنا الأصيل اللي كانت ما موجودة الغطت عليها الإنقاذ. ودي أهم حاجة، أهم خطوة
حصلت كأنها غطت كأنها شارت الغبار عن هؤلاء الناس. هي الحاجة دي كانت موجودة لكن كانت مغطى، المصلحة والفساد والحاجات دي كانت مغطياها وحب الذات. لكن دي وقتي في الآن يعني في الوقت الحالي الثورة لما جات جعلت الإنسان السوداني بطيبته يتكلم زي ما عايز، يقول الحاجة العايزة بحريته، منطلق في السماء كما النسر بأفكاره بحكاياته بالكاريزما تبعه. في كمية هائلة من الشباب بيتجهوا للأعمال الخيرية وبقدموا من وقتهم ومن زمنهم ومن حكاياتهم ومن حاجاتهم عشان خاطر الناس المساكين، بيجوا يتكاتفوا بيجوا يسألوا عن بعض. ودي أهم حاجة لينا إحنا كسودانيين. السودان الأصول معروف بنخوته، معروف بكرمه، معروف بأصالته، ودي من الحاجات اللي إحنا بندعو لها كقيم بد كانت دائرة تندثر، لكن الحمد لله الثورة أحيت هذا الشيء. قلت لا للعنصرية، أنت التي طالبت بحقوقك المنسية، سألوني من هي؟ هي أمي، هي أختي، هي خالتي، هي عمتي، هي جدتي، هي أنت. هي وهي وهي المرأة السودانية من لقبت براجعة البنبان، ومن منهم رددنا أجمل الأشعار، ومن منهم حمسنا وشجعنا الثوار بذغروتة مملوءة بالافتخار. تلك التي ترتدي ثوبها الجميل وفي عينها كحل من الألم يسيل. من مثلك في هذا العالم الكبير؟ أنت يا ابنة النيل، أنت كالشمس منتصف النهار، قوية على الأبصار، تتحدى وتصر على الانتصار. أصبحت قدوة لنساء العالم يرددون ما تهتفين ويفعلون ما تفعلين، فكنت أيقونة ومثالا للمرأة العربية. سلطت عليك الأضواء أيتها الثورجية، فكانت لك ذكريات تاريخية في التروس وفي التفتيش وفي وقفاتك الاحتجاجية. أفتخر كل الافتخار، فأنت لا جديد عليك هذا الكلام، معروفة الامرأة السودانية قبل وبعد استقلال السودان بقوتها وكفاحها والإصرار. دعوني أقول لكم أفتخر إنني ابنة السودان. شكرا. Sudan needed support, and I'm very happy that all these people, young people, came here and did all this wonderful work to support people in Sudan. I love the festival. This is my first time coming to Frankfurt, and for me it's more than music, it's a message. Sudan Madaniya. Thank you so much. What we do here is we try much as possible to support the revolution in Khartoum and in Sudan and overall all of us. Open your eyes. Do music because it's a medium for transporting ideas and implementing concepts on a massive scale, like to a lot of people. Open your eyes and say. Every
time I'm really proud as an artist when I feel like I interacted successfully with the person that is viewing my art. And I feel really proud when I help my other Sudanese artists, fellow artists, to be heard outside the borders of Sudan. Music for me is everything. So I never doubt about it. I never wanted to do something else. Without music, there is no life. Music is beautiful. It's easy on the heart. والله فني كل حياتي. أنا من غير فن بحس إنه ما بقدر أعيش. الفني بحبه يوصل صوتي لكل مكان. I went through a lot in Sudan, and every time I stand against government, I got punished somehow. But I am proud for that because I have a voice and I can use it. I participate to express the needs of people like around me who suffer for their rights and suffer for equality and justice. In this moment, I feel proud to present loud the words and the ideas, the feeling of many thousands of people like me. I dedicate this performance to all the Sudanese people who got killed in Sudan by the military simply because they were asking for liberty, peace, and justice. عثمان إبراهيم حسين متسر إدريس محمد زين. I decided to be an artist in a country like Sudan, where there is no art market, no galleries, no museum, nothing. There is nothing. You just decide to be an artist because you discover that artists can change things. The situation is very disastrous. We really still have to fight to let us start with our civilian government. Ich hoffe, dass wir als Menschen alle zusammenkommen. Wir lassen diese Grenze ausfahren irgendwann. All the humanity united together and bring peace and justice and freedom for everybody. وأنا كل أغاني أو أغلب أغاني بتنادي للحرية للسلام. بنتمنى حرية وسلام لبلدنا الحبيب وبتمنى ثورتنا العظيمة تحقق أهدافها إن شاء الله. I want war to stop and we are part of this world and we have to stop it somehow directly or indirectly. I would like to mention all the people who sacrificed their lives for us so we can move forward and better ourselves. بزمن جديد بنغم جديد لوطن رشيد نملى البوادي غنى ونشيد بزمن جديد بنغم جديد لوطن رشيد نملى البوادي غنى ونشيد
نمرق على الساحات فرح نمرق على الساحات نمرق على الساحات فرح نمرق على الساحات بنغم جديد لزمن جديد بنغم جديد لزمن جديد سيل كأنه قد دنيا عيد سيل كأنه قد دنيا عيد بنغم جديد لزمن جديد بنغم جديد لزمن جديد نعرض عديد لوطن نبيل نعرض عديد لوطن نبيل وطن الخليل زاد ما نقص نعرض عديد لوطن نبيل نعرض عديد وطن الخليل زاد ما نقص أوفى الوعود كل العهود أوفى الوعود كل العهود واهدى الصمود شعب الأصيل واهدى الصمود شعب الأصيل وطن السلام كل الوهام وطن السلام كل الوهام وعد الكرام هل ما بيعرفوا المستحيل ما بيعرفوا المستحيل هل ما بيعرفوا المستحيل حنبنيه شعار رفعه الثوار ما بعد المدنية فتكاتفت الأيادي قيادة وشعبا